ما زالت الأوضاع الأمنية غير مستقرة في بعض المناطق التي تتبع قضاء سامراء، ما دفع الحكومة المحلية والزعامات العشائرية لعقد مؤتمر عشائري أمني وحكومي يهدف لتوحيد الجهود وإنهاء سطوة الإرهاب. المؤتمرون أصدروا وثيقة سميت بوثيقة الشرف، أبرز ما فيها تخلي عشائر سامراء عن الإرهابيين والإبلاغ عنهم وتقديم المعلومة الدقيقة عن تحركات الدواعش، فضلا عن نشر ثقافة التعايش السلمي بين أبناء سامراء والمناطق الأخرى بغض النظر عن القومية والمذهب والدين. توقيع على ميثاق شرف من قبل الشيوخ ومسؤولي الحكومة المحلية تضمن من بين ما تضمنه تخلي عشائر سامراء عن أي شخص يثبت تورطه بدماء الأبرياء، وكذلك ترحيل ذوي العناصر الإرهابية، كما تم التأكيد على تقديم الدعم المعنوي والمعلوماتي من قبل أبناء المدينة لكافة الأجهزة الأمنية. المؤتمرون هم رجال دين وشخصيات عشائرية وأمنية وحكومية، وقد طالبوا من الذين وقعوا على وثيقة الشرف الالتزام بفقراتها. أن يحترم توقيعها فقط، مو هسه يوقع المعاهد يقول أنا هذا ويطلع ما نفذها. ما يخبر على الجماعة. أهالي سامراء وصفوا مدينتهم بسجن كبير بسبب الحواجز والأسلاك، وقد قدموا العديد من المطالب أبرزها إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين أودعوا السجون بدعاوى كيدية من المخبر السري حسب قولهم. مسألة المخبرين السريين والمسائل الكيدية، المسائل الكيدية هسه لو حضراتكم يطلعون إلى الموقف في سامراء، أني أجزم أنه ثلاثة أرباعهم دول أبرياء. تشكيل لجنة وإحنا طلبناها سابقا لفتح أحياء المدينة اللي هي أصبحت أشبه بالسجن داخل سجن كبير. كما طالب أبناء سامراء بإزالة تجاوزات المتنفذين على الممتلكات العامة. أما قيادات الحشد فطالبوا بدعم يتناسب مع ما تحقق من انتصارات. أول ما تجي متجاوز يبنى عمارة يبنى محلات، لما نطلع على لجنة التجاوزات البلدية والمجلس البلدي، أنا جايب أمر أخي من أمر، أنا جايب أمر من فلان أستاذ، من فلان مسؤول، من الوزير، من ما أعرف إيش. هادي العنبقي، الحرة.